أبابنا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم خبزنا المعتاد، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، ولكن نجنا من الشر. آمين. السلام لك يا مريم الممتلئة من النعم، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم المعتو، صلي لأجلنا الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. مجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء، والآن وكل الدهور. آمين. بابنا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا اليوم خبزنا المعتاد، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، ولكن نجنا من الشر. آمين. السلام لك يا مريم الممتلئة من النعم، الرب معك، مباركة أنت بين النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع. يا مريم المعتو، صلي لأجلنا الخطأ الآن.